رايحه فين يا عنايات؟ رايحه الشغل. انا انت شغاله دي؟ اشتغلت فين؟ وانت مالك؟ طب انا اخدني معاكي. اخدك معايا فين؟ الشغل شغاليني معاكي. طب وانت ما تروحش شغلك ليه يا فالح؟ لا بقى، ما هو رامي خلاص مش عايز اشوف وسه تاني. ليه عملت ايه؟ كان في عربيه مغيره ربع، رامي عايز ابيعها جديده، حرام ده ولا مش حرام؟ يا اخي حرمت عليك عيشتك، وانت مالك مغيره ربع ولا نص؟ ما انا قلت للزبون عشان يفهم. خرب بيتك، خربت البيعه. انا قلت اقول للزبون يمكن يديني قرشين، بس طلع ما بيفهمش. بس خلاص بقى، انا متهوج على دماغي، انا هقعد في البيت ومش هشتغل تاني. مش هتشتغل تاني؟ امال ناوي تعمل ايه يا فالح؟ هتجوز، هتجوز واحده نايمه على القرشين وعايز سلطان زماني. ودي هتلاقيها فين يا زلطه؟ موجوده، بس الموضوع عايز وقت مخ. عايز ايه يا زلطه؟ لا بصي يا سروق، بعد كده بقولي لي يا عم زلطه. عم زلطه؟ اه عم زلطه. وعم زلطه وحش ده، انت عيله لمه ده، اجري بنت انت امك. اما الواد زلطه ابوكي. تعالى يا ولا، جيت في وقتك. انا طول عمري باجي في وقتي. ازيك يا عواطف، عامله ايه؟ وحشتيني. ايه وحشتيني دي؟ ولا حاجة، أنا قلت بس إنك بقيت لوحدك فجأة أخد بحسك يعني وأطمن عليكي. طب والله فيك الخير. بلعت الحمام مسدودة والمجاري عمالة ترد في الحمام، تعرف تسلكي البلاعة؟ بلعت إيه ومجاري إيه؟ ده أنا جاي لك زيارة وجايب لك بسبوسة. ليه غنيت مدريد؟ زي بعض مش شاكرين، هات. لا ده واجب، أصل أنا بحب أعمل الواجب أوي. إيه الخلاصة؟ تسلكي البلاعة وأديك 5 جنيه ولا أبعت أجيب له استمكرم؟ هي مسدودة أوي؟ ولو سلقتها هتبقى مبسوطه؟ قوم وديني الحمام وانا هسلقها لك من غير ما اخد ولا سلين. اول الفلق يوم الخميس تروح اكذب كده وابقى عارف. سبحان الله، عشان تعرف بس ان انا فيها حاجه لربنا. انا كنت رايح لك لقيتك هنا اهو. سبحان الله، عامل ايه يا سعيد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا زرع. انت قاعد لوحدك؟ لا. طب ممكن اقعد معاكو؟ عايز تقعد تقعد ساكت. حاضر. المهم، والمصحف كنت غيرك وحسن يا سعيد، والله حركه مظلمه من غيرك. انت عارف وانت مسافر انا كنت كل يوم اروح لعواطف اشوفها عايزه اكل، عايزه شرب، عايزه اسلك البلاعه، ما كنت بسيبها خالص. انت عامل ايه؟ مالك؟ شكلك متضايق. يا سعيد. الحمد لله تمام، الحمد لله. يا رب دايما. يا حسام، هات شاي ليك، خليهم اتنين. انت عارف انا مستغرب الدنيا دي خالص. المنطقه عندنا هنا الناس مش لاقيه تاكل ومش لاقيه تشرب وعلى كده فرحانين. يمكن عصام متجوزين. اقول لك يا زلطه. ايه؟ وانت وانت صغير جات لك حمى ولحقوك؟ لا. طب ما وقعتش من البلكونه؟ لا. ولا حصلت لك حادثه افتكر؟ لا. طب انت ما فكرتش تكشف؟ لا، ما انا كشفت. والدكتور قال لي علاجك ان انت تتجوز. بس هتجوز ازاي بقى يا عم؟ انا فقير مش هقدر اضبيا غير لا اما واحده متطلقه لا اما ارمله. انا ما انت معاك فلوس على قلبك قد كده. هات من الاخر يا زلطه، عايز فلوس؟ عاوزه. اهو كلامك ده بقى اللي بيضايقني. طب وال10 دول؟ اهو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يا ام الدين؟ اخر عبد الله خلص سعيد، اللهم صل على محمد، الف مبروك يا سعيد، الف مبروك، الف مبروك يا سعيد، والمطعم انا مش مصدق. يا ابن الجزمه، الواد ده ملبوس ولا ايه؟ عمال تلت وتعجل فيا زلطه، فهمني عايز تقول ايه؟ انت برضه مش عايزه تفهميني، بقول لك هربوا لك الواد سعيد وهطلعه احسن من عبد الله 100 مره ومش هيروحوا السجن، وانا عايز كلنا فرحانين مع بعض. وانت تربيت عيالي ليه؟ انت مالك وماله؟ ما انا هبقى زي ابوهم. انا كلمت سعيد لما حط له يعني وهو موافق. بعد اذنك يا زلطه، اديني المقشه اللي جنبك عشان ايدي مبلوله. عينيا بس عايزاها ليه؟ هنفض السجاده تنفيضه مكن. عايز تتجوزني يا زلطه؟ اغرب فاهمه دي، انا قلت انك غبيه. ما انا لا، ما انا لازم اعرف طبعك الاول. عم زك هعرفك طبعي. عايز تتجوزني يا واطي؟ عفيت ليه؟ اتصيت في نظري عشان تساعد اسماعيل. ها
خلاص لك انت خلاص. طب ومصعب ما متجوزه انت تروح ايش طبعا؟ انت كمان بتحلف عليا؟ اتجوزتك حاجه توشك من حباب عينيك.